مرحبا في أحلى آيس كريم موجود في أوتاوا. طبعا أهل أوتاوا بحبوا يأكلوا الآيس كريم بالصيف وبالشتاء، يعني ما بتفرق معهم. عشان هيك بدنا نورجيكم الآن أحلى أماكن تقدروا تأكلوا فيها آيس كريم. زي ما أنتم شايفين لو كاتبين The best ice cream in Ottawa راح يورجوكم على الماب. بديش أعمل دعاية لأي محل، ممكن تدخلوا على أي محل وتشوفوه أقرب منكم. هذا الماب اللي أول إشي شفتوه، هذه الأماكن اللي ممكن تشتروا منها آيس كريم، كلها أماكن رائعة. وهذا الماب مرة تانية، وألف صحة وعافية على الآيس كريم. أعجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت.